اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم مستقبل سكواش في نادي الاهلي وفي مصر هيكونوا معانا. برحب بالبدايه بيوسف هشام لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وبطل انجلترا المفتوحه تحت 17 سنه الذهب، وبطل امريكا المفتوحه ايضا ذهب تحت 17 سنه. اهلا بيك يا يوسف. مبروك. ايه علي صوتك كده؟ ايوه كده مبروك. نروح طبعا لنجمنا الصغير بقى، طبعا اخو النجم الكبير مروان عسل صاحب ذهبيه انجلترا تحت 15 سنه. اهلا بيك يا مروان. ازي حضرتك؟ انا مصطفى قاعد قدامي بس على صغير. ازيك يا مروان؟ اخبارك؟ الحمد لله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. تهالي ده كان يعني انت كنت وانت معانا من حوالي سنه كده قلت لي ان انا ان شاء الله عايز العب، وعايز العب مع منتخب مصر، وعايز العب بطوله انجلترا واكسب فيها. الحمد لله. فرحان؟ طبعا. طب قول لي الاستعداد جه ازاي يا مروان؟ يعني انت بدات ازاي؟ عرفت ازاي هتروح؟ يعني كلمني في الاول، عرفت ازاي الاول انت رايح بطوله انجلترا؟ احنا في الاول السيزون بنلعب 5 بطولات يعني عشان نشوفوا مين اللي هيروح، يعني مين اللي هيروح البريتش اوبن. اللي هيبقى تصنيفه احسن. عشان من اول 5 بس. طيب هم مين بقى ال5 بطولات اللي انت لعبتهم؟ فاكرهم؟ بطولة منطقة اسكندرية. تمام، ادي أول واحدة. عملت فيها إيه؟ أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. تمام. بطولة بلاك بول أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. وبطولة أول بطولة كانت بطولة منطقة الجيزة أخدت فيها مركز ثاني، وبطولة طنطا أخدت برضه فيها مركز ثاني، وبطولة النادي الأهلي أخدت فيها مركز أول. أول يعني ما شاء الله لعبت 5 بطولات، 3 أول و2 تاني. الحمد لله. ده حطك في التصنيف إيه بقى؟ ده حطيني في نفسي اول. ممتاز جدا. ده كده انت تروح انجلترا اوتوماتيك. وتروح على نفقه الاتحاد. ايوه صح كده. تمام. عندنا احنا 5 لاعبين راحوا، 2 على نفقه الاتحاد وثلاثه على نفقتهم. انت كنت من اللعيبه اللي رايحين على نفقه الاتحاد. طيب خلاص اتعرف تصنيف انت اول رايح انجلترا، اتمرنت مع مين بقى في البدايه مع المنتخب؟ يعني مع اللاعبين يعني؟ لا انا بتكلم على المدربين، مين اللي كان مسؤول عنك مدرب في المنتخب؟ كابتن اندرو وجيه. كابتن اندرو هو اللي كان ماسك سنك. طب انت كان معاك لعيبه مين رايحين في نفس سنك؟ سيف رفاعي. سيف رفاعي معانا النادي الاهلي. معانا في الفقره الثانيه. مين تاني؟ وادم حول. مين؟ ادم حول. ادم بيلعب في انهي نادي؟ دجله. دجله. حلو. وحسن منشاو. حسن؟ حسن. حسن. انتوا لعبتوا هناك منتخبات ولا لعبتوا بس فردي؟ يعني لعبتوا كمنتخب ولا لا؟ كمنتخب. منتخب. طب لما لعبتوا جماعي كمنتخب عملتوا ايه؟ فردي بس. مش فردي ما فيش جماعه. ايوه ما ده اللي قصدي عليه، ان هو ما فيش يعني ما لعبتوش باسم منتخب مصر، ما لعبتوش ثلاث مثلا ماتشات باسم فريق منتخب مصر. تمام، بتلعبوا فردي بس باسم مصر. طيب خلينا نروح على النقطه اللي بعد كده. سافرت امتى قبل البطوله؟ بقد ايه؟ بيومين. بيومين. سافرت مع بابا. صح كده؟ صح. بابا انتوا بصوا، انتوا بصوا بابا يعني اتروق معاكم مع مصطفى. الراجل بصراحه اعصابه خلاص ما بقاش فيه اعصاب. باظت. يعني انا كنت بحضر معاه ماتشات مصطفى، الراجل يعني يعني بص ينهار تعب جدا كده.